مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم آخر تطورات الحالة الجوية من صور الغيوم. بنلاحظ أنه الجزء الأول من العاصفة التي أثرت على المملكة يوم أمس والليلة الماضية يوم أمس أدت إلى حدوث عواصف رملية وترابية، والليلة الماضية أدت إلى سقوط زخات رعدية عنيفة من المطر كانت مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه. هذا الجزء الأول تحرك باتجاه الشرق وأصبح يتمركز حاليا فوق العراق، لكن الجزء الثاني من هذه العاصفة والنظام الجوي المكون من المنخفض الجوي على السطح والحوض العلوي في طبقات الجو العليا، هذا النظام الجوي سيتحرك من فوق مصر باتجاه المملكة باتجاه الشرق. يبدأ تأثيره بعد ظهر هذا اليوم، يشتد في المساء ويشتد أكثر في الليل ويبقى عنيفا وتأثير كبير حتى ظهر يوم غد السبت، وبالتالي تتكاثر الغيوم تدريجيا، الغيوم الركامية، وتسقط زخات رعدية من المطر في معظم مناطق المملكة. تركيزها بيكون في المناطق الشمالية والوسطى، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأيضا تؤدي إلى جريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة والأودية وحدوث بعض الفيضانات وأيضا انجراف للتربة خاصة في المناطق الجبلية. هذا ومساء هذا اليوم أيضا تشتد الرياح لتصبح نشطة إلى قوية السرعة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، تكون مثيرة للغبار، تشبه العواصف الرملية والترابية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح خاصة قبل حدوث الهطول. أما صور الهطول فبنلاحظ أنه المملكة ستتأثر اعتبارا من ظهر هذا اليوم وبعد ظهر هذا اليوم، بتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وبتكون سميكة وغيوم ركامية، غيوم رعدية وأيضا طبقية، معظم أنواع الغيوم العنيفة ستتشكل مساء هذا اليوم وهذه الليلة وتؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر. مساء اليوم الجمعة بينتشر الأمطار من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ويمتد تدريجيا ليشمل معظم مناطق المملكة، وأحيانا الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد وتؤدي زي ما حكيت إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث الفيضانات والسيول في الأماكن المنخفضة. وبيستمر هذه الوضعية أيضا حتى يوم السبت وحتى ظهر السبت أيضا في مناطق مختلفة، لكن ظهر يوم السبت وبعد ظهر يوم السبت تضعف الحالة الجوية تدريجيا، يضعف شدة الهطول أيضا تدريجيا، لكن تبقى الأجواء باردة، تبقى غائمة، تبقى ماطرة على فترات، لكن الرياح بتكون سرعتها أخف وشدة الأمطار بتكون أخف وتتناقص شدة الأمطار تدريجيا حتى صباح يوم الأحد. ويوم الأحد بإذن الله سيستقر الجو وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، نحذركم من الرياح القوية وأيضا من الأمطار الغزيرة ومن ارتفاع منسوب المياه، ونتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية من طقس العرب.